قاعد مع شادي مارون وجابي حويك. ميشيل مدام اوغاسابيون قعدت حدك، قطفنا لك اياها اليوم خلاص. ما عليك، خاطف كل نسوان البلد، ما عليك، ما في لي اياها. حسد حسد. اول شيء الحمد لله على السلامه، رجعتوا على الطبيعه. اي والله احلى شيء الطبيعه، ما في اجمل من الطبيعه. وين راح الميك اب كله هيدا؟ على السريع على السريع. شلتوا شادي مارون. نحن حكينا لك على كل حال مع معالي الوزير، قال ما بيوعد بمبلغ كامل، بس معقول يقسط لك اياهم بقرض. عن جد؟ بده يصير في اسهامات من جهتك كمان يعني. يعني وبدك تمضي تعهد. ايه اوكي، ليك يعني رح تبرم على 30 وزير كلهم بدهم يقرضوك. معك عم عدل. ايه قرضوهم. شادي مارون وجابي حويك، اهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. انتم ضيوفنا الليله لنحكي عن مسرحيتكم الجديده شادي اند جابي كوميدي شو، اللي عم تنعرض باوتيل الحبتور سن الفيل مساء كل جمعه وسبت، وبيشارككم فيها ثلاث حسنوات هن ميرا بدران، ريتا غصن، وكارولينا عطله. شادي وجابي بالاضافه لشرب الصليبه كمان معنا، كمان شربل بين هال يعني ثلاثة بثلاثة، يعني عاملينها ستة وستة مكرر يعني. بنوجه له تحية. شادي وجابي بعد حوالي 15 مسرحية سوا وبعد 5 مواسم من السين سين، خففتوا بهالعمل السياسي وأكثر مركزين على القصص الاجتماعية الفنية والإعلامية. بس هالشي شوي غريب لأنه في مستجدات سياسية كتير يعني كانت بالفترة الأخيرة، ليه حتى خففته؟ بس هلأ في جو، يعني جو كله محبة وسلام، توافق، الأبطال صاروا أصحاب، ففي جو عام إيجابي، حبينا نحن نواكب هالجو العام الإيجابي وتخففوا عنهم شوي، ونخفف شوي لربما بينعكس إيجابا على البلد إن شاء الله. جابي بهالمسرحية رح يكون في تقليد شخصيات جديدة مثل راغب علامة، ميريام كلينك، جيلو، وأكيد الرئيس الأمريكاني دونالد ترامب، لأنه بعتقد مسقط سقيط خرج التقليد. طبعا. مين رح يعمل؟ أنت رح تعمل دونالد ترامب والبيروك وهيك محضرة مزبوط؟ أنا كلهم رؤساء حكماء كذا، كله اختصاصي. بأي كاركترات رح نشوفك إلك جابي؟ مدامته لترامب. لا 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 لا، انا هو ومدامته ميلانيا رح تكون كارولينا، وانا بكون الرئيس الفرزلي، الكاركتر السياسي الوحيد اللي عامله هلا، يلي بده يروح يعاتبه ويزبط له امور امريكا لانه مخربطه الامور، وهم شاطر بالبزنس ترامب، شافوا انه مش شاطر بالسياسه، بده يروح دولة الرئيس يزبط القصص كلها. نحن على كل حال بدنا نوجه تحيه كثير كبيره للرئيس الفرزلي، ومنتظرينه حتى يكون ضيفنا بحديث البلد. قبل ما نكفي معكم خلينا نشوف سوا نحن ومعالي الوزير ومدامته كليب من هالمسرحيه، وانتم بتعرفوا شو لازم تعملوا حتى نشوفه. طبعا طبعا طبعا. بلاير باسم. اوه سوا 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 سوا. واحد اثنين ثلاثه. بلاير باسم. شادي وجابي كوميدي شو، بالضحكي والعان الجو. شادي وجابي كوميدي شو، بالضحكي والعان الجو. لطشي على الرايح والجاي، وكل مشهد في له حكايه. شادي وجابي كوميدي شو، وجع القلب ووجع الراس، بيعن بضحكي وغنيه، بكفي هموم الناس. شادي وجابي كوميدي شو. شادي وجابي. مثل ما قلتوا اول شيء كثير مهضوم الكليب وبحمس انه واحد يروح يحضر. صح كثير حلو. شيء مره قللتوا الوزير اوغاسابيان مع الوزير على طول بيجي بيشجع وبيحضرنا بس قللتوه شيء مره؟ لا ما قللني، عملنا حلقه معه. عملنا حلقه سوا مره. طب فيك تقلده هلا مثلا هيك دغري ولا صعبه؟
يعني عنده هول برودي يعني ما بعرف مش شاغل عليه بس هيك في البروده تبعه يعني اليوم انا بقول لك انه نحن بالوزاره اليوم نشتغل ونجرب نعمل شيء ولا هيك جو عام لا ما بعرف اليوم متحطط عليه ما عاد ما لقيت جوزة فيه بده يشتغل عليه اكثر بده يشتغل عليه اكثر بس بعده هيك صغير عن مين ما الكاريكاتير تبعه يعني كبدايه منيحه 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 هو ما بيزبط الكاريكاتير الا على الاشخاص اللي بيبقوا نافذين يعني عفرين بالتصرف عن بتك. جد ايه. في كذا كاركتير بتحس انه بيلبق يعني كل واحد بحس على باله يقلده 100% او ما بيزبط ايه. ما بيتقلدوا كل الكاركترات مثل ما قلتوا انه بهالكوميدي شو في سكتش بيجمع الرئيس الفرزلي بميلانيا ترامب ودونالد ترامب لحتى نقدر نشوف هالسكتش بدنا نستدعي ميلانيا على استوديو حديث البلد ميلانيا. شو رايك بتجي من امريكا دغري لهون انا بقول دغري يعني هي عم تحضرنا لايف وهلا وبعدين هو عنده طياره كتير سريعه ترامب قويه وهلا حديث البلد مع كارولينا عطلة كارولينا مصار كارولينا اهلا وسهلا فيك للمره الثانيه بحديث البلد اول مره كنت معنا كضيفه بالبلايند تيست وكموديل واليوم انت معنا باول تجاربك التمثيليه مع شادي وجابي وراح تقدوا الليله يعني السكتش اللي خاص بميلانيا ترامب مزبوط اوكي بقصة ميلانيا انت والشباب خلينا نشوف شو صار بهالسكتش انا ما حدا غيركم بيعرف اسراره هلا اجى لعنده دكتور رئيس هلو الياس ات نايس تو سي يو اجين هلو نايس تو سي يو تو جان هون لك سبقني المحتال جان هون عم يفكر بشغله واحد هالبلد Who are you? Now I'm the president of the United States. How are we gonna see America great again? Me here for you. And for you, not for me. For you, not for me. Let's see, girl, enough for me. What? See? Like this? What? Me here for you, congratulation you. Congratulation? Yes. You, yeah. President, you, president, wife. Mm. Me here, زعلان منك شوي. What? Me زعلان from you. What? Need في هيك شيء angry bird you. Why? 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 لأنه you Arab no enter America. No. Why? You do this like this. No. Six country. Well, now you're Zalami. No more Arabs in America. No more terrorism in America. Get out, Arabs. No. حبيبي صبيعك مش مثل بعضهم. Your What? Finger is not like your finger, finger you. What? Finger you not like finger me. يقبرني الله يقبرني ميلانيا يقبرني برني الميلانيا دونالد She's my wife نعم بقلبك شو رح نقول لك اياها هلا طبعا سكتش بيزيد ولكن بالاخر بقول لها لميلانيا ميلانيا Did you see me dancing with the stars MTV Did you see me? No. ما شفتني. كيف ما شفتيني? Like, would you like to dance with me, with the star, with the star, with me? Yes, of course. تفضلي بالإذن منكم. يلا. تفضل معنا. Again. خلصينا من أولها ما بتعرف. أوكي من أولها please. Music please. قتلت حالها تترقص معي ايه اكيد مبين بليز مستر بريزيدنت يس
ميلانيا أرثوذكس from سلوفانيا. لا يو أرثوذكس يقبرني أنا قلت الجميل أرثوذكسي مي أرابسكي راح تجرب تقنعه بالقانون الأرثوذكسي ما هو هيك لايك لسن سولوشن إز ويز مي هاو قانون أرثوذكسي وات أرثوذكسي لو هاو هاو يو بوت هير بوكس يا يو بروتستانتي يا تنتخب بروتستانتي إلكشن بروتستانتي إيه هي يو مي تي هي شي يو شي ولا هي ولا شي شي هي أرثوذكسي بينتخب أرثوذكسي مي أرابسكي بينتخب أرابسكي جابانيز أو جابانكسكي تشاينيز تشايناكناكسكي مكسيكان مكسيكان مكسيكانوكسكي أرمينيا أرمين أرمينيان أرمينيان بقلبي وعرفتي نحن أنا بدي أطلب صراحة من جواننا جملنا كارت الضيف الدايم لهالديو اللي شفناه سوا وعن جد نتمنى عليكم أنه أي وقت بكون هيك عندكم استعداد تفاجئونا وتستعملوا هالكارت بحديث البلد شادي وغابي فينا نشوفه على الكاميرا قبل؟ هو شادي منى ابن البيت يعني مش انه بده عزيز بس هيدا هيك بزيادة التأثير ابن الضال وهلا حديث البلد مع دوجا حجازي البلد دوجا حجازي انت مصممه ازياء ووجه اعلاني معروف وضيفتنا الليله لنحكي عن تجربتك التمثيليه الاولى ضمن بطوله فيلم بغمضه عين الى جانب الفنان زياد برجي مع العلم انه هالفيلم ما زال عم ينعرض بالصالات اللبنانيه من بعد ما تصدر شباك التذاكر لاكثر من اسبوع دوجا عرفت بالسنوات الاربعه الاخيره من خلال تعاونك مع خبير التجميل بسام فتوح اللي اهتم الليله بإطلالتك واللي أبرز صورتك على الإعلانات وعلى صفحات المجلات الشهيرة وأخذت سكسي كتير وهيك تم تشبيهك بالعديد من النجمات ابتداء من هيفا وهبة وصولا لأنجلينا جولي وميلا كونيس وصرت تتلقي العديد من العروض سواء بمجال التمثيل أو تقديم البرامج بس ما كنت حتى تنظري لها أو تتطلعي فيها شو اللي تبدل حتى بغمضة عين قررت تشتركي بهالفيلم؟ أول شيء كان ينعرض علي كتير بس ولادي كانوا صغار وما عندي وقت والتمثيل بده وقت كتير بعدين هلا ولادي صاروا بعمر بيسمح لي إنه أنا فوت التمثيل وبغمضة عين فيلم اجتماعي بيحكي عن حالة اجتماعية ويمكن بتزعل بس بطريقة بتضحك صح فكل شخص أو كل كاركتر بيمثل شخصية بمجتمعنا وهيدا الشيء شدني يعني النص شدني كتير وأدائك كان جيد فيه يعني وإجا ثناء كتير على أدائك دوجا قبل ما نتابع معي خلينا نشوف مشاهد لإلك من بغمضة عين كتابة هيام أبو جديد إخراج سيف الشيخ نجيب نوجه له تحية وإنتاج فالكون فيلمز بس أنت بتعرف شو بدنا نعمل حتى نقدر نشوف البلاير بدنا نتطلع بالكاميرا أوكي. وبس تضوي أحمر بنقول بلاير باسم أوكي؟ أوكي بلاي بلاير باسم اوكي بدك انت بلاير باسم صح اتصلت بنقيب المزارعين بالبقاع حكيت على التليفون مع المسؤول على البطاطا والشمندر ضل في تبع القمح والشوفان قلت له ما رد علي هلا ان شاء الله ما يكون نزل على بيروت هيدا اذا نزل على بيروت اختفى عن السمع يومين ثلاثه بليز مستر مهنا هيدا مش وقت شغل هلا عرفت اللي بعتوا وراي من اخر الدنيا لا بس توفقوا فيك بصراحه هي برا علموك تحترمي شغلك بس ما علموك تحترمي الناس
محسوبك بفضل يضل انسان فاشل ومحترم وما يكون ناجح وبلا ذوق. صحتين. نور، انت دوجا بتوصل من كندا بعد طلاقه لتنضم لشركه وتستلم منصب كبير فيها، مما بيثير ازعاج جاد زياد برجي لانه هو كان حاطط عينه على هالمركز وعلى اساس هو بده يتسلمه، وهيك بيخلق نوع من التنافر بيناتهم بيتطور مع الوقت لقصه حب ما بتخلى من المواقف الطريفه والكوميديه. دوجا، بينك وبين نور في اكثر من قاسم مشترك، صحيح هي ما عندها اولاد وانت عندك صبي وبنت، الله يخليهم، نشوف صور بنتك معك بتشبهك كثير اسم الله، بس نور جايه من كندا وانت عشتي طفولتك وزواجك بافريقيا، اثنيناتكم بالاغتراب، هي مطلقه وطالعه من تجربه حب فاشله، وانت تزوجتي بعمر 18 سنه ورجعتوا انفصلتوا من بعدها بعد 6 سنين، هي لئيمه وقويه ويمكن هيك بتحمي حالها من تجربه حب جديده فاشله، وانت بتقولي انه ما عندك ثقه بالرجال. يا ترى دوجا اعطت شقفه من حالها لنور لحتى نجح الدور معها؟ ايه بالحقيقه شخصيه نور بتشبهني بس نور شوي كثير لئيمه جفتها يعني. بس ايه انا شخصيتي بالحياه بحمي حالي من الحب، من كل شيء، حتى من الصداقه، يعني هيدا الكاركتر اللي إلي، وهيدا الشيء ساعدني يعني بالتمثيل، حسيت يعني في لحظات بسينز حسيت انه انا نور. يعني هلا مش هيك ممكن طلع فيه طبيعيه اكثر. طب اذا اليوم مثلا في شاب هيك مثل طربون الحبق يعني تام معه، لنقول ميشيل مثلا، ميشيل هيك بده يتقرب منك يعني وعن جد تام معه، يعني ما في صفه من الصفات المنيحه مش موجوده، يعني بشرف الليله اذا اجى واحد من وراء هالجمال اللي شفناه الليله، من وراء جمالك وجمالها وجمالكم، اجى اذا قال اجى هيك قرب قال لي ميشيل اهم شيء جمال الروح، اول شيء بقول له سكر تمه. اذا ميشيل هلا بده يتقرب منك وبده، بس ما بدنا نحط هيدي قانون التحرش وهيك، حرام ميشيل. لا التحرش مكتر لا. انا بهيدا الشيء انا فوق القانون قاصر. لا لانه هلا بدهم يقروا اقروا قانون للتحرش في عليه عقوبات، بدكم تنتبهوا انتم. هلا تحرشنا فيه يعني هيدا هيدا واحد ماشي بالطريق مثلا ميشيل عنده عاده يا حلوه يا قشطه يا هيك بده يخففها هيدي. طيب اذا بده يجي يعني يتقرب منك وهلا رح يجرب، بتصديه بلأمنة وجفاصة مثل نور؟ هلا انا نقطة ضعف الشيبة. فما بعرف. ايوه محل الزيب الحوطة. شو بقول المثل جابي؟ شو بقول؟ شيبة هيبة ولو بعز الصيف. لا ولا لا ما خلص، لا احسن من 10 على الشجرة. هذيك الدفعة عمالها بلشت تضيع. الزهايمر على الظهر كثير مقزز. طيب شو انت تبلكمت شكلك، خلينا نكفي المقابله. عم بدبل لي بعيونه. لانه بلش التحرش. ارفع عليك دعوه خلص مفروض تخلص منه. ايه دوجا بدك تنتبه هلا بدنا نعرف هيدا التحرش من شو. هلا في هلا خلقت لي شوي هيك شويه كمان انا تساؤل، اذا بس الشاي بالقصه يعني كمان. طب ايه يعني كمان هون وهون. ايه يعني بدك تنتبهي يعني واحد على الشمال وعلى اليمين يعني. يعمل لها قصيده او يعمل لها اغنيه هشام في يتغزل فيها بموال كمان. يلا عجد يلا يلا سمعنا. ايه بسمعكم. اصلا بدي اقول شغله هلا بساقبي بالحديث وهيدي اليوم جبتها خصوصي معي. بدك ترشح على البلدية؟ عنوان شعر الأستاذ جون قسيس نائب الممثلين. حبيبي بنوجه له تحية. أنا بوجه له تحية. عنوان نحن كمان. أنت المرة. أها. يا ريدام. الله. ما تسألي شو بشوف فيكي من المرا، انت قصيدة روح صعبة تنقرا. انت الحلا وايقونت اللي بغمرا، انت الصلاة اللي بكل تكي بذكرا،
انت عن الفردوس صورة مصورة، انت اله بالتجلي منورة، انت حلم انت فكر انت نغم انت عطر انت مراه. بعتقد شو ما كنا حطينا لك من السامبلر ما كان طلع هيك. عند الشعر الاسود كمان كمان شعر الاسود غيرت رايها وسعت وسعت البيكا ولا همك من شايبه صار فيها نعمل له تلوين شايبك ما تعطى له هي لحالها حلو شوفي بعدنا راجع من لاس فيغاس دجا قبل ما انتقل معك للفورماتي بدي اقول انه درستي تصميم ازياء بعد ما رجعتي واليوم طموحك يكون عندك البراند الخاص فيك فان شاء الله عن قريب هيك بنكون كلياتنا لابسين باي دوجا مزبوط انا هلا بيسالوني اذا حلم التمثيل بالحقيقه لا انا التمثيل عم بيقربني للعالم عم بيخلي العالم تحبني صح. فهيدا الشيء بيقوي اسمي لحتى بعدين اعمل البراند بفيدك يعني exactly. بالمهنه اللي انت بتطمحي لها مزبوط. بالاخر فاوصل لحلمي هيدي بزنس وومن هذا البزنس مزبوط خلاص لكن عجبتك بالبزنس وحبت شعراتك طبقت الليلة خلص زبطت وهلا دجا حجازي وانترفيو كرمال مين وكرمال شو دجا كرمالك كان بده يغير شعره هشام انت كرمال مين معقول تغيري شكلك ما حدا بيستاهل كرمال شو معقول تسرقي؟ اسرق؟ كرمال ولادي الله يخليهم، كرمال مين معقول تغطي جريمة قتل؟ ما بغطي كرمال شو معقول تنصحي 20 كيلو؟ ما بنصح هو كيلو وما بتحمل يعني إذا في دور مثلا مهم كثير لا لا أبدا كرمال مين معقول تحمل سلاح؟ اي شيء بخص العائله عائلتك كرمال شو معقول تضربي حدا كف انا مش عم تطلع فيه انا ما خليني اذا جاب اذا اي حدا قال له الادب ايه ايدي دغري ايدي والكف في حدا صايره يعني مؤخرا صراحه ايه ايمتى اخر مره اخر مره من شيء 3 سنين ما كثير زمان وين المكان المطار بالمطار ايه مع مضيفه للمضيف قللت ادب كان كف مع شد شعر حلو وراح كان ما بنصحك ما بنصحك ما توقف العلاقه نحن بدنا نطمن على كل مضيفات الميدل ايست يعني بالميدل ايست ايه وجربوا ما تحطوا اكستنشن من هلا وبالطار هون بلبنان لا موروكن موروكن لكن مضيفات الميدل ايست كل احترامنا لكم موجه لهم تحيه اكيد كرمال مين معقول تغيري دينك؟ ما بغير ديني كرمال شو معقول تخسري مصرياتك؟ كمان كرمال العائله كرمال العائله الله يخلي لك اياها ثانك يو بتجاوب او بتجاوب او بتنفذ احلى بارت بتجاوب احلى بارت انه العربي اللي الي بتجاوب بتجاوب او بتنفذ اوكي هيدي لعبه جديده يا بدك تجاوبي على السؤال اللي رح ينطرح عليك يا بده يجيكي امر يمكن يكون كثير صعب اوكي نحن رح نبرم القنينه انت رح تبرميها اكشلي انت رح تبرميها وحسب على مين لا دوجها بدها تبرمها اوكي صح وحسب على مين بيوصل يعني راس الأمينة هو بده يسألك سؤال جابي أنا مش محسوبة يلا بيجون كذا لا
اليوم. ايش عندك؟ انا رح اعطيها لمدام اوغا سافيون، انت بدك تساليها سؤال. بتحب لبنان اكثر او افريقيا؟ اول شيء بتجاوبي ولا بتنفذي؟ بتجاوبي. بتجاوب. ايه هي بتجاوب. شوفي الله بحبك لعند مين. بتحبي تعيشي بلبنان اكثر ولا محل ما؟ ليكي انا كل حياتي عشت برا. ايه بلا. وصار لي بلبنان تقريبا شي 7 سنين. لا بحب ضلني بلبنان وعيش بلبنان. لبنان في كل شيء.